كاين عندنا عم سيدي ناس اللي كنشوفوهم تنعرفوهم خدامين نتا هما وما باغينش لك نتايا انك تشد الخط. ما تقولش ليا باللي واحد خدمته انه تيبيع 30 مليون اطرو ديال الشراب في العام لواحد المجتمع للاصل فيه انه مسلم، هذا تقريبا لا مويان ديال العدد ديال الاطروات اللي كتنتج براسري دي ماروك في العام، 30 مليون اطرو يعني تقريبا لتر لكل مواطن، يعني كتضرب لتر ديالك في العام نفس بون تشربوا غرار تشربوا كيسان شغلك هذاك. المهم هذه لا مويان، انت ما عارف لي ستاتستيك سي لاغ دو فيريفيكاسيون دي مونسونج. ف ما تقولش يا واحد كيبرودويزي 30 مليون لتر ديال الشراب في العام غادي ينشط ويفرح ويعجبو الحال الا قال لي المجتمع قد تاب الى الله وحرم الخمر على نفسه. وداك العنب اش نديرو فيه؟ نحطو ديسير ولا هو خاصو يبيع؟ لانه ذلك مبلغهم العلم، وبالنسبه لي هذوك هذه في الامه هنا ملي كيدخل فلوس. فملي غايشوف ان عباد الله شاد الخط وبدات كتحبس الى اخره، راه يلفا فير خلاو فرانسيس دي ماي دي بي، راه غايدير بيديه وبرجليه باش الشراب يبقى يتباع. منين ما جينا المهم خاصو يبيع الشراب. قيس على ذلك نفس المساله ديال الكارو، لا موين ديال 15 مليار ديال الدرهم اللي كتدخل سنويا تزيد او تنقص، 15 مليار ديال الدرهم كوم شيفر دافير اللي كتدخلها الشركه ديال الدخان ديال السجائر. غادي نتا وتقول لهم حق قال لا راه الاستاذ ياسين كيدير لنا الدروس وما بقيناش بغينا كنسمعوا لهم، بقيناش بغينا نكميو. واخا يعرف يتلقى له الاستاذ ياسين بكميو في الدوره ديال لا غير باش يهزو يوصل ليساس باش ما فهمنا. ف الناس كاينه ناس خدامه لك. انا بيان سور عطيتك غير دو زيكزامبل بالنسبه لنا حنا، جوج ديال الامثله بالنسبه لنا حنا. اما الا جيتي تشوف على الشيء مثلا ماكرو بلانيتير غادي تشوف القضيه مثلا يستحيل البنك الدولي اللي زارع لك لي بنك سنترال في كل بلاد وكلهم عن طريق هذوك الابناك المركزيه كيجيري لك الاقتصاد، هو اللي كيحدد لك لا بوليتيك مونيتير، هو اللي كيدير لامبريسيون ديال لا موني، هو اللي غادي يجر لك الشغل لقدام. تجي انت وتقول لي حق لا راه الربا حرام غنحبسوا التعامل بالربا، يقول لك ياك ودي لاباس جيتي حتى لعندي انت وبغيتي كل الربا واش غادي يطلق؟ غيطلق لك ناس. لان شوف الحق واضح، بغيتي ولا كرهتي الداخل ديالك الحق كيغوت كيقول لك هذه حرام هذه حرام. فاش يدير هو خاصو يخرج لك ذاك الحرام اللي عندك انت حرام، خاصو يخرج لك ناس اللي غادي يعطوك لافال باللي راه حلال باش ماشي تجي تكونسوميه وانت ما حاملش. حيت الا جيتي تكونسوميه وانت عارفه حرام ما يضمنكش غتبقى معاه، اي لحظه تقدر تتوب لان باب التوبه مفتوح مع هذا الانسان حي. هو خصو يخليك تغرق فيه وانت تعتقد انه حلال. هما يخرجوا لنا هاد 15 سنه الاخرى بعض الرؤوس اللي كيقول لك هذوك صحاب عتيل كتسمع عندهم شي جمل معلبه داك ديال بقاو متبعين نتوما دوك صحاب الكتب الصفراء. هذا داك الدين ديال القدام، او اللي يقول لك اودي راه الدين لعبوا فيه الامويين والعباسيين وهذا الشيء اللي وصلنا راه ما عرفناش واش داك الشيء صحيح ولا ما صحيحش. وتيبدا يحطوا شي امور ما انزل الله بها من سلطان، يقول لك حق لا راه الربا اللي كيهضر على النبي عليه الصلاه والسلام راه كيقول لك اودي راه الحرام على داك اللي كيعطيك الربا، ما انت اللي كتمشي تاخذ راه ماشي مشكل. اذا الشراب حرام على داك اللي كيبيعو وداك اللي كيشربو ماشي مشكل، والحرام الحشيش على داك اللي كيبيعو ماشي على اللي كيكونسومي. وانا خا ما نبيع ما نشري نبقى انا نكونسومي، دين زين هذا. فهذا من قطاع الطرق الذي ستجدونه في طريقكم، غتلقى وحدين هزين لك شعار ما كايناش شي حاجه سميتها الحجاب في الاسلام. ياك المرضي اش كتهضر على الاسلام ديال سيدي ربي ولا الاسلام ديال ابراهيم عيسى ولا ديال محمد الشحرور ولا الاسلام ديال من؟ الاسلام ديال بوشكي ديال اين اسلام؟ اسلام من اللي كتهضر عليه انت؟ اسلام ديال الله عز وجل كناخذوه من القران ومن السنه. غتقول لي القران والسنه حنا راه ما كنفهموش داك الشيء، داك الشيء علاش سيدي ربي اختار لنبيه صلى الله عليه وسلم رجالا اطهر قلوبا اطهر الناس قلوبا وافهم الناس دينا واعمقهم فهما وتدبرا، وهما اللي حضروا الكلام الله عز وجل تيتنزل على النبي عليه الصلاه والسلام وحضروا الوقائع وهما الاقحاح في اللغه العربيه. فما نخليش الفهمانه ديال هادو ونجي عند واحد لا يحسن يقيم الفاتحه باش يجي يفسر لي انا الدين ديال سيدي ربي.
عاد جالس كيقول لك حق القصيده ديال بانت سعاد فقلبي اليوم متبول، قال لك قلبي اليوم متبول، قال لك بحال حطيتيه في التوابل. واش هذا عباد الله غادي نجلس ناخذ من عنده الدين وانا تفكسونا عاوتاني؟ انا اللي كيسالي معايا ماشي هو، هو عنده اجنده خدام كياخذ نعم سيدي منظمه التعاون الامريكيه الخارجي ديال وزاره الخارجيه خدامه معاه، الاتحاد الاوروبي خدام معاه، شوفوا غير الندوات اللي كيديروها ضربوا طليله اللوغوات اللي كتلقاو لتحت، هذوك هما لي فورنيسور، غتعرف الفلوس منين كتجي وتعرف الناس مع من خدامين. انا اللي كيسالي معايا ماشي هو، هو مغمس المرقه الله يتقبله شاري وعنده فلوسه. اللي كيسالي معايا اللي كيتصنت ليه، واش تاع صاحبي تعطي واحد تعطي عقلك لواحد كيقول قلبي اليوم متبول هي محطوط في التوابل القطبان ديال لادان مشرمله هذه ماشي ويلي تفل يا صاحبي. او كعب بن زهير بن ابي سلمى غيوقف عند النبي عليه الصلاه والسلام ويدير في هذيك القصيده والمقدمه ديالي يقول لي قلبي في التوابل، تيكون سمعه كعب قلت المهم سير سيدي رضي الله عنه خلينا مع الصحابه مزيان. فهذا من باب ان يكون تصورنا الى حد معين يكون تصورا صحيحا للطريق ولقواطع الطريق، باش نعرفوا ريوسنا فين غادي. قناه الانس الفضائيه ويحلو الانس مع قناة الأنس.